افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل ورشة عمل متخصصة بعنوان استعراض ومناقشة مسودة الملف التعريفي للسلامة والصحة المهنية في مملكة البحرين التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل. وفي كلمة له أكد وزير العمل أن حكومة مملكة البحرين أولت اهتماما خاصا بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية المؤهلة والمدربة لضمان حسن تنفيذ تلك الأنظمة والتقيد بها بغرض الوصول إلى مستويات متقدمة لتعزيز أوجه الحماية للقوى العاملة، لافتا إلى أن أهمية انعقاد هذه الأنشطة الفنية المتخصصة لتطوير إجراءات جميع الأجهزة التنفيذية في البحرين ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وتأتي الفعالية في سياق التزام مملكة البحرين بالمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية لاتفاقية منظمة العمل الدولية للصحة والسلامة المهنية، وبهدف وضع اللمسات الأخيرة على عملية صياغة هذا الملف والتوافق حول الخطوات التالية بما يتماشى وسياسة السلامة والصحة المهنية الوطنية. تحرص حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن تكون الصحة والسلامة في مقدمة أولويات العمل الوطني، لحماية أولاً لحماية العمال من مخاطر العمل، وحماية البيئة، بيئة العمل وبيئة البحرين بشكل عام من أي مسببات للأمراض والمخاطر المهنية وغير المهنية. هذه الورش التي تتم بالتعاون مع المنظمات الدولية تستهدف هدفين أساسيين. الأول هو الاستمرار في تطوير التشريعات وتطوير النظم اللي تتواءم مع أحدث المستجدات على صعيد رصد المخاطر وتحديد أو يعني سبل القياس وسبل تحديد إجراءات الوقاية. السبب الثاني هو تنمية الكوادر الوطنية في البحرين، سواء كانت في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في جميع الشركات، في جميع المؤسسات، لكي تواكب هذه المفاهيم المتطورة وتعرف المستجدات وتعرف السبل والإجراءات التي تتبعها لحماية العمال في مختلف المواقع، مواقع العمل في مملكة البحرين. وإحنا عازمون على الاستمرار في مثل هذه الأنشطة حرصا على سلامة الجميع. هذه الورشة تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل للتأكيد على البيانات والمعلومات الواردة في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وهي خطوة، إعداد الملف يعتبر خطوة أساسية لإعداد وصياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية للحد من حوادث وإصابات العمل وتطوير السلامة والصحة المهنية بشكل عام على المستوى الوطني. وإعداد سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية هو أحد المتطلبات الأساسية لتطبيق اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، والتي تعتبر مملكة البحرين أحد الدول العربية القليلة المصادقة عليها.